اسمعني بقلبك، كل إنسان في هذه الحياة له رقم اجتماعي، يتغير هذا الرقم بتغير السياق الاجتماعي. الآن أجيك. رحت مرة مرات مثلا رحت دورة من الدورات، من الضيف؟ أنا. من المدرب؟ أنا. من ينتظرون؟ أنا. من يأتون من أجلي؟ أنا. كم رقمي؟ واحد. أنا رقمي واحد الآن في هذا الموقف، واحد. عندما أعود إلى البيت فيجب أن يكون رقمي 4 5 6 بناء على أخواني وأبوي وأمي. تخيل أدخل بعقلية أني أنا رقم واحد، تفسد علاقاتك الاجتماعية. أنتم لكم ربع صح؟ احذر ترجع ربعك وتعتقد أنك رقم واحد، وتزعل عند عيال عمك إذا قدموا غيرك، قدموه عليك لأنه أكبر منك، تقول لا أنا طلعت في التلفزيون وأنا مشهور وأنا مدري إيش، ثم يحطونك في طرف المجلس، لا تزعل لأن هذا رقمك الاجتماعي. يا جماعة، مشكلة كثير من الناس إذا كان في منصب مثلا مدير، طيب أنت في عملك كم رقمك؟ واحد. أنت واحد، بس مجرد ما ينتهي زمان ومكان العمل يجب أن يتغير الرقم. والله إني أكبر ذلك الرجل، ذلك الرجل المدير في إدارته الذي لا يتكلمون إلا إذا سمح لهم، ولا يبدأون إلا إذا حضر، ولا يقومون إلا إذا أمر. أحترمه لأنه رقم واحد، وإذا طلع معهم في الاستراحة ولأنه أصغر من بعض الموظفين، أن المركة للموظف الكبير والبيالة والفنجال الأول للموظف الكبير. أنا يتغير رقمي بتغير مكاني يا جماعة. لابد أن نفرق بين المكانة والمكان. أما دائما أظن أنا دائما رقم واحد، هذه مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي جيد أن ننتبه إلى أن العامل اللي يجي يخدمك الآن هو عندك رقم كم؟ لا هو يخدمك الآن، يمكن هو رقم 10، بس اعلم يقينا أنه إذا دخل على بيته وفي بيته أنه عند أبنائه رقم واحد. فإذا رأيته مع أبنائه إياك أن تشعر أبنائه أن أبوهم رقم 10. إياك سواق، عامل، إذا شفت مع أسرته أكرمه، فإنه في أعينهم رقم واحد، فلا تكسر هذا الرقم من أجل مكانتك ومكانك. بالتالي حدد رقمك في كل مكان اجتماعي لك رقم. عدم اهتمامك، عدم اعترافك بهذا الرقم سيجعلك في نظر